أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي عن مقتل شخصين كحصيلة أولية نتيجة الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في صبرة غربي البلاد. تحدث أيضا شهود عن مقتل شاب من مدينة الزاوية، فيما أصيب آخرون جراء اشتباكات وقعت فجر اليوم بالمدينة. هاجم رئيس الحكومة الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد لدبيبة منتقدي قرار تسليم المتهم في تفجير لوكيربي أبو عجيلة مسعود المرمي إلى الولايات المتحدة بهدف محاكمته. أبو عجيلة أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير الطائرات وقام بشكل مباشر بصناعة القنبلة والمتفجرات ودسها داخل الأمتعة الخاصة بالمسافرين، وتطور مسار التحقيق حتى قبل مجيء حكومتنا، وصدر بحقه مذكرة قبض من الانتربول الدولي، وصار لزاما علينا التعاون في هذا الملف من أجل مصلحة ليبيا واستقرارها ومحو وسم الإرهاب من على جبين أبناء هذا الشعب الليبي البريء. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس السيد عبد المنعم المريمي المتحدث باسم عائلة أبو عجيلة المريمي. أهلا بك معنا في هذه النشرة وعلى شاشة الشرق لليلة. بداية، وأنت ابن شقيقة أبو عجيلة والذي يحاكم في أمريكا لعلاقته بحادثة لوكيربي، نريد أن نعرف تفاصيل عملية تسليمه لليبيا. مساء الخير. ألو. أسمعك جيدا سيد عبد المنعم. وأنا كذلك أسمعك جيدا. مساء الخير. أنا ابن شقيقة مش ابن شقيقته هذه أولا. بالنسبة لعملية التسليم، أعتقد سألتيني على طريقة التسليم لأمريكا، صحيح؟ مظبوط. ألو. صحيح. والله بحاجة لتفاصيل. والله إحنا طبعا في وقت متأخر من الليل هجموا عليه في بيته مجموعة مسلحة بسيارات لا تحمل لوحات ولا تحمل أي علامات يعني تدل حتى على أنها سيارات تتبع مؤسسات أمنية في الدولة الليبية. قاموا باختطافها في وقت متأخر من الليل، وكان في يوم 17 نوفمبر الماضي. ثم بعد ذلك في يوم 24 نوفمبر اتصل بينا وقال أنا موجود في مدينة مصراتة اللي تبعد شرق مدينة طرابلس 200 كيلومتر عند قوة اسمها القوة المشتركة. فطبعا قمنا بزيارتك كأسرة، جزء من الأسرة قام بزيارته واطمئن على الصحة، لأنه كان في وضع عنده مشاكل صحية، عنده أمراض مزمنة، بالإضافة أن اليوم اللي تم اختطافه فيه كان مريض يعني طريح الفراش. فتواصلنا معه وأخذنا له الدواء متاعه وملابس وشفناه وبعدين كلمنا جماعة اللي هو موجود عندهم، قالوا احنا خايفين عليه، خايفين ان تصير اي اشكالية لي وكذا، واحنا محافظين عليه وموجود معنا. ثم تفاجأنا بعد ذلك ان قاموا بتسليمه، يعني احنا سمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي زي كل الناس ان قاموا بتسليمه. انا شخصيا لم يتم ابلاغكم كعائلة بقرار تسليمه للسلطات الامريكية؟ لم يتم تبليغنا، وحتى الجهات الرسمية اللي في الدولة الليبية للاسف لا تتواصل معنا بالخصوص. يعني وهذه مشكلة. طيب متى يعني كان آخر اتصال؟ متى كان آخر اتصال جرى بينكم وبين أبو عجيلة؟ أين كان يقيم أيضا قبل تسليمه بالمنطقة؟ كان في منطقة مصراتة واتصل بينا يوم، هو طبعا أعلنوا على تسليمه يوم الأحد. يوم الأحد أعتقد الموافق، لا أتذكر يوم الموافق، ولكن يوم الأحد، وهو اتصل بينا يوم الخميس اللي قبله يعني على طول. من أسبوع بالعائلة يعني من أسبوع فقط؟ لا يعني من أسبوع تمام، يوم الأحد يوم الماضي اتصل بينا يوم الخميس الماضي. طيب بالنسبة لي في العادة يتم تعيين محاميين للمتهمين في الولايات المتحدة بشكل عام، هل قمتم أنتم من طرفكم بأي تحرك قانوني يضمن محاكمة شفافة وعادلة لأبو عجيلة؟ والله احنا للأمانة بشكل مستعجل كلفنا محامي حتى يتواصل معه انت وحتى يطمننا لصحته، لانه هو وضع الصحي حرج جدا وعنده مشاكل صحية ويتواصل معه، ولكن ان شاء الله احنا بصدد تجهيز مكتب محاماة وفريق محاماة للدفاع عنه ان شاء الله، وان شاء الله يمكن يومين كمان يومين يعني نعلن ان شاء الله على تكليف الفريق المحاماة بشكل رسمي ان شاء الله. طيب برأيك لماذا سلمت حكومة لدبيبة المقالة من البرلمان أبو عجيلة للسلطات الأمريكية؟ والله أعتقد أن هي صفقة
بين الحكومة المنتهية الولاية وبين الولايات المتحدة في مقابل تمديد عمر الحكومة، خاصة أن قبل تسليم باجيل المريمي كان في اتفاق أو تحضير لاتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب باختيار رئيس حكومة جديد وتكليف حكومة. فمقابل تسليم باجيل التفت في أعتقد هو سلم يوم الخميس، أعتقد بعد مكالمته مباشرة، أعتقد سلم يوم الجمعة خرج السفير الأمريكي في ليبيا وأكد أن حكومة الطيبة هي الحكومة الشرعية وهي اللي حتستمر. فأعتقد أن هي صفقة سياسية للأسف مش أكثر من هيك، هل يعني برأيك صفقة كان أمام سياسية من هل برأيك كان أمام حكومة لدبيبة أي خيارات؟ لأنه الحكومات يربطها عادة اتفاقيات لتسليم المتهمين. أكيد كان أمامها خيارات، ولكن هي لأن حكومة لا تريد إلا البقاء، هي مصلحة ليبيا. لا أعتقد أن في مصلحة ليبيا تسليم مواطن ليبي، وخاصة أنه كان ضابط سابق في المخابرات الليبية، يعني تسليمه لدولة أجنبية. وإحنا لما سمعنا أنه يفتح موضوع أصلا قفل تماما وانتهى وأصبح من الماضي، وهذا الموضوع سبب مشاكل كبيرة لليبيا والليبيين. فأعتقد أنه كان أمام خيار، خاصة أن القانون الليبي يمنع تسليم أي مواطن ليبي لأي لدولة أجنبية، القانون الليبي يمنع ذلك. ولكن طيب إن الحكومة كانت تريد أن تمدد لنفسها فتجاوزت القانون وسلمتها للأسف. طيب هل توجهون أي نعم رسالة لأي طرف بشأن تسليم بوعجيلة للسلطات الأمريكية؟ أنت الآن على الهواء، هل لديك أي رسالة توجهها؟ والله رسالة للسلطات الأمريكية إن هي تحاول تراعي صح وضعه الصحي، لأن الرجل زي ما قلت لك عنده مشاكل صحية، وإحنا سمعنا أنه يوم المحكمة كان يمشي بصعوبة، لأنه زي ما قلت لك عنده مشاكل صحية. فنناشد السلطات الأمريكية أن هي تحاول توفر له رعاية صحية. وبالنسبة للحكومة الليبية لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عندنا، هذه الكلمة الوحيدة اللي بنقولها لحكومتنا للأسف، اللي المفروض تدافع عن مواطنيها تقوم بتسليم المواطنين. هذه حكومة نسأل الله أن يأخذ فيها الحق، وحسبنا الله فيها ونعم الوكيل. برأيك الشارع سيسكت أو لن يسكت على ما حدث؟ لأن هنالك يعني احتقان من وراء ما حدث. هو أعتقد أنه هو ساقط شعبيا، و يعني بهذا التسليم اعتقد ان حكومته لن تبقى في السلطه في تقديري. تعولون على الشارع الليبي؟ هنالك تعويل على الشارع الليبي كرد فعل واعتراض على ما حدث؟ والله نعول دائما على الشارع الليبي، اكيد الشارع الليبي لن يمرر هذا التسليم بسهوله، لن يمرر هذا التسليم بسهوله، واحنا ان شاء الله متاملين خير باذن الله. الشارع الليبي حيكون عنده رد فعل ان شاء الله. اذا هو عمك سيد عبد المنعم، السيد بوعجيلة هو عمي. عمك. طيب نعم عمي، وانا المتحدث باسم العائله. انا اشكرك على هذه المداخله وكل هذه المعلومات التي سردتها، وصلت ايضا الكلمه وصوتك. كنت معنا السيد عبد المنعم المريمي المتحدث باسم عائله بوعجيلة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طرابلس عبر الهاتف، شكرا جزيلا. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة برنامج ألوان الشرق معي أنا هديل عليان.